ما من حي أو مبنى في مدينة ماريوبول إلا وبات شاهدا على ما دار فيها من عمليات عسكرية وما خلفته من خراب ودمار، وفي وقت تقول فيه السلطات المحلية إن أجزاء من المدينة تستعيد تدريجيا مقومات الحياة من إمدادات الكهرباء والمياه، تكشف الأجزاء الواقعة على الضفة الأخرى القريبة من المنطقة الصناعية أين تستمر عمليات القصف والاستهداف واقعا إنسانيا صعبا. ما زالت الطوابير طويلة جدا للحصول على المياه والمساعدات الغذائية بشكل عام. لا أعتقد أن التنظيم جيد، كما أن غياب السلطة حاليا أمر مربك ومخيف، وغياب الشرطة كذلك، مما يجعل السرقة والجرائم تنتشر. الوضع ما زال مقلقا جدا وصعبا. نسمع قرب منزلنا في غالب الأوقات دوي القصف الآتي من المنطقة الصناعية، كما أن هناك منازل في المنطقة يفيد سكانها بوجود جثث في طوابقها السفلية. ووسط استمرار عجز كثيرين عن التواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم، يرى الغالبية في شح مياه الشرب هنا وانقطاع الاتصالات والكهرباء أكثر علامات الواقع الحالي بؤسا ومأساوية. فيما لا تزال المنطقة الصناعية من مدينة ماريوبول تشهد عمليات حربية يتوالى صداها إلى هنا، أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بأشكالها بما فيها مياه الشرب التي تعتبر على وزن الذهب حاليا من قبل سكان الضفة الشمالية من هذه المدينة. كثر ممن يتجمعون هنا بشكل شبه يومي يربطون مصيرهم ومصير وصول هذه المساعدات وعودة المدينة إلى الحياة الطبيعية بتخليص المنطقة الصناعية مما يجري فيها حاليا من عمليات حربية. في الأثناء يستميت المقاتلون الأوكران في سراديب المصنع المحصن، حيث ترفض القوات الروسية وأخرى تدعمها انفصالية الإفلات عنهم إلا مستسلمين ومنزوعي السلاح، مؤكدة عدم ممانعتها لخروج المدنيين إن وجدوا. هناك أمل بتحسن الوضع الإنساني مع انجلاء القتال في أسوفستال ومحيطه. من الطبيعي أن ينتظر الناس تواريخ محددة لذلك، لكن الأمر مرتبط بشكل كبير بحيثيات الأمر كنزع الألغام وإعادة تأهيل محطات الكهرباء وغيره، مما سيخلق دفعة على أكثر من مسار. قد يبدو ارتفاع درجات الحرارة الأخير عاملاً مساعداً وسط ما تعيشه المدينة من أهوال، لكنه لا يمحو حاجة سكانها الماسة لتسهيل الحصول على أبسط المستلزمات اليومية المقدمة حالياً، لكن بنحو غير كاف، سيما وأنها في جزء كبير منها باتت وقفاً على سكوت المدافع حول المنطقة الصناعية من المدينة بالكامل. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، ماريوبول.